حكي اللي بدي أحكيه يمكن ما يعجبكم، بس أنا مضطر أقوله. خير خي شوفني، بس إذا في شي بزعل بلي. أنا ما حبيت أحكي بالموضوع قبل ما جمعت المعلومات وتأكدت منها. شوفي خي خير، صباح أنا لما حكيتك بالنهار قلتي لي عم تمشي على أوضة للبنت اللي بدكم تتبنوها، تأكدت ساعتها أنك ما كنت عم تمزحي. أكيد ما كنت عم بمزح، أنا وعلاء رح نتجوز قبل ما تخلق البنت وبعدين رح نربيها سوا. ما فيك يا أختي، ما فيكم، بدينا التبني حرام. بس نحن مش حنسجلها اسمنا، رح نربيها كأنها بنتنا. البنت لما تخلق رح تخلق بلا أوراق ثبوتية، لأنها منا يتيمة، مشغولة البي، يعني ما رح ينسمح لها تعيش معكم وانتم مجوزين وهي غريبة عنكم. اللي عم تقوله مش مزبوط. أكيد مش مزبوط، وإلا ليش أنا بعدني على اسم الرجال بالمرة اللي ربوني؟ لأنه انكذبوا وقت أخدوكي مني، جابوا داي وخلوها تقول إنه هي اللي ساعدت المرة بالولادة بالبيت، كذبوا كتبوكي على اسمهم. صحيح، بدينا ما فيك تكون على اسم رجال منه بيك، وما فيك تعيشي معه بنفس البيت، بينما أنت صباح فيك تربي بنت، كونك أرملة وعايشة لوحدك فيك تتكفلي فيها بورقة المختار أو مكاتب العدل، بس إنك تكوني مجوزة وعايشة مع جوزك وتجيبي بنت تتبنية وتعيشوها معكم بنفس البيت، هذا حرام. ولا مرة لارا جابت سيرة اسمها، ولا انه بدها تغير اسم عائلتها حتى من بعد ما عرفت الحقيقة، مع انه هذا الشيء لازم يصير، بس ما بعرف كيف. سعيدة، بعدين نحكي بموضوع لارا، هلا أهمني صباح، هي تضايقت من الحديث. معك حق، البنت بحاجة لإلك وانت بحاجة لإلها أكثر. شو قصدك؟ بكفي رح أحرمك تخلفي ولد من لحمك ودمك، كمان بدي أحرمك تتبني بنت وتربيها ببيتك وتحبيها وتعبي لك كيانك. فينا نحكي بهذا الشي بعدين؟ طيب خلينا كفي عشا. لا ما بدي، أنا بدي نفسي، ما بدي أكل شي، تعال البسط اللي انبسطته كل النهار.